ولمعرفة المزيد عن تطورات الوضع الميداني في عموم البلاد معنا من دمشق عضو شبكة سوريا مباشر سما مسعود. سما، مساء الخير. قصف واشتباكات في دمشق ورفيها، ماذا في التفاصيل؟ أهلا بك سيدي، مساء النور. دعني أبدأ اليوم من قرار روسيا الذي أوقفه في مجلس الأمن محاولة إنقاذ المدنيين في حمص، أيضا في عموم المناطق المحاصرة. اليوم روسيا استخدمت الفيتو من أجل وقف مساعدات الإنسانية للدخول لمدينة حمص وأيضا لمعظم المدن المحاصرة، حسب زعم روسيا أن هناك أيضا بلدات محاصرة من قبل عناصر الجيش الحر، هي تريد إدخال المساعدات الإنسانية إلى هذه البلدات المحاصرة من قبل عناصر الجيش الحر قبل أن تدخل إلى مناطق الحصار في حمص وفي مناطق دمشق وريف دمشق. اليوم إذن هي وصمة عار بحق الإنسانية تسجل من قبل كل الدول التي تدعي بأنها حماة للإنسانية وحماة للطفولة. في ظل هذا الموقف الروسي المخجل للإنسانية، اليوم تمت قصف لمدينة عربين بما يزيد عن 7 غارات جوية، تم انتشال لجثث أطفال من تحت الأنقاض. كانت المشاهد التي وردت من قلب مدينة عربين هي مأساوية، والصور مؤلمة جدا وسط صمت إنساني لا يطاق، وأيضا حالة طبية يعجز عن وصفها. هناك العديد من الجرحى الآن في المراكز الطبية يفتقدون لأدنى مقومات العلاج الطبي، مع نقص بالكادر الطبي المتواجد داخل المركز الطبي. هذا بالنسبة للوضع الإنساني. إذا انتقلنا للوضع الميداني، الوضع الاشتباكات داخل الغوطة الشرقية، هناك كان اشتباكات عنيفة في ظل قصف عنيف أيضا على مداخل الغوطة الشرقية في محاولة لكسر قوة الجيش الحر المسيطر على الغوطة الشرقية، إضافة أيضا ل يعني محاولة النظام لمسك زمام الأمور في محيط العاصمة دمشق وأيضا في المنطقة الجنوبية التي شهدت اشتباكات عنيفة بين قوات الجيش الحر وقوات لواء أبي الفضل العباس، حيث أفادنا الناشطون هناك بأنه تم سحب جثة لمقاتلي لواء أبي الفضل العباس، تبين أنها جثة عراقية الجنسية، مما يؤيد كلامنا بأن هناك مستقدمين من العراق أيضا من عصائب أهل الحق من العراق يساندون النظام ويساندون ميليشيات حزب الله في قتال الشعب السوري. أيضا في الريف الدمشقي في منطقة القلمون لم تتوقف غارات النظام الأسد عن شن غاراتها على المساكن المدنيين في القلمون. هناك أيضا عدد من الجرحى ضمن ظروف إنسانية قاسية خاصة في منطقة الزبداني. في خضم أيضا المعارك في القلمون بث ناشطون فيديوهات تبين استهداف قوات الجيش الحر لدبابات حديثة لقوات النظام باستخدامهم صواريخ كونكورد حديثة على ما يبدو أنها أصبحت الآن بيد الثوار. طيب. انتقال نعم. فيما يخص اشتباكات دمشق في يعني مخيم اليرموك عند مدخل البلدية والقصف على الأحياء الجنوبية من دمشق، سما. نعم، بالنسبة للأحياء الجنوبية هناك الآن 4 شهداء في القدم نتيجة الغارات الجوية ونتيجة القصف العنيف، إضافة للاشتباكات في منطقة الإذيابية هي مدخل تعتبر للسيدة زينب. الاشتباكات هناك شرسة وشرسة جدا، لكن على الطرف المقابل صمود لقوات الجيش الحر بالمعدات المتوفرة بين أيديهم، وهي قليلة وضعيفة إذا ما قورنت بما يملكه الطرف المقابل. بالنسبة لما يحدث في الغوطة الغربية وتجدد هجمة النظام الشرسة على الدارية ومعظمية الشام، هناك أيضا بعد أن توقفت عمليات الإمداد المتكررة على طوال 9 أشهر للجبهة الغربية في مدينة دارية، منذ يومين عاودت هذه الإمدادات وجودها بقوة. اليوم هناك محاولة متجددة وقوات جديدة وقوية أكثر قوة من ذي قبل. بالرغم من كل هذه الشراسة أيضا على الطرف المقابل هناك هزائم ونقص لقوات النظام بالذخيرة وقتل عدد من الجنود على أراضي دارية.
بالنسبة أيضا للحالة الإنسانية، بالرغم من الحصار التي تعانيه مدينة معظمية الشام والحالة الإنسانية الصعبة، هناك إرادة الحياة قوية. اليوم هناك 3 توائم ولدت في ظل الحصار في معظمية الشام. إذا مهما كانت الحرب قاسية فالحياة لابد أن تستمر، ويستمر نضال الشعب إلى النصر إن شاء الله. نعم. سما، أيضا في درعا جرت اشتباكات عند المشفى الوطني، وفي حلب في حي الراشدين والإذاعة، وأيضا في دير الزور. بالنسبة لما يحدث في المنطقة الجنوبية، هناك كما ذكرت اشتباكات وقصف على منطقة المخيمات الفلسطينية. هناك يعني كانت القوة الكبرى للجيش الحر تتمركز وسيطرت على مناطق عدة في درعا، مخاوف النظام تتزايد. بالنسبة للمنطقة الجنوبية، هو يريد أن يغلق المنطقة الجنوبية بالكامل من أجل إطباق الحصار على ريف دمشق، إذ أن المنطقة الجنوبية من سوريا، منطقة درعا تعتبر، وهي معروف أنها ممرات إنسانية، تستخدم ممرات إنسانية للمدنيين، أيضا هي ساحة حركة مرنة وحيوية بالنسبة لقوات الجيش الحر. إذا يعمد النظام إلى الإطباق السيطرة هناك وكبح جماح سيطرة الجيش الحر في المنطقة الجنوبية من البلاد. بالنسبة لما يحدث في دير الزور والمنطقة الشمالية والشمالية الشرقية، هي أيضا محاولات متكررة لقوات الجيش الحر من أجل السيطرة على المطارات والسكنات العسكرية التي تعتبر مناطق تزويد لقوات الأسد بالمؤونة وبالذخائر. هناك تقدم لقوات الجيش الحر، لكن على ما يبدو أن نعم. النظام هناك يعني تصله إمدادات قوية من جهة العراق. نعم، من دمشق سما مسعود، عضو شبكة سوريا مباشر، شكرا جزيلا لك على كل هذه المعلومات.